إنما تطلبونه من الخلق هو موجود كله عند الله مجتمعا. الويل للذين يمدون يد السؤال في قضاء حوائجهم لغير الله. الويل من جزع الخلائق إن عاملهم الله بعدله في اليوم الموعود. الويل من يوم تخرق فيه الحجب إن نظر الله إلى خلقه بعين العدل. الويل كل الويل للظالمين من يوم ينتصر الله فيه للمظلومين. الويل من يوم تبكي فيه عيون العصاة دما إذا ما أطلعهم الله على قبيح أفعالهم.